السؤال هم خلينا نقسم هالمحور لثلاث اقسام، قسم ما قبل المباراه وكيف التهيئه النفسيه، وقسم اثناء المباراه وماذا يجب على الهلال، وقسم ما بعد المباراه. نبدا بالقسم الاول، كيف ممكن تهيئ فريق نفسيا لمباراه انت عدلت فيها المباراه الذهاب 1-1 وانت مطلوب منك هدف في مباراه الاياب في ارض الخصم؟ خلينا نبدا لك قبل المباراه. قبل المباراه بدات من اطلق الحكم الاردني صافرته مع نهايه المباراه بالتعادل 1-1. عندها بدات التهيئه الهلاليه. لو تلاحظ انه مباشره لاعبي الهلال عملوا زي الاجتماع السريع في داخل ارضيه الملعب على المستطيل الاخضر، الكل شاهد الاجتماع، معناته انه فيه حسوا بالشيء اللي حصل لهم في المباراه ولازم يتداركونه في مباراه الرد. انتقالهم مباشرة إلى المطار ومغادرة إلى طوكيو، حتى أنهم وصلوا قبل لا يوصل الفريق الياباني، الفريق الياباني كان عنده ترانزيت وأكثر من رحلة، صحيح، فهم وصلوا قبل لا يوصل الفريق الياباني، معناته أنه الإدارة مستشعرة أنه لازم توصل في وقت مبكر أساس تهيئ الفريق، وهذه الحقيقة تحسب إدارة الأمير نواف بن سعد، لسبب أنه النتيجة أيا كانت النتيجة، سواء كانت تعادل أو كانت فوز أو كانت خسارة، لازم تاخذ الفريق وتنقله برا، ابعد عن الاجواء اللي هو المحيطه. لسبب، لانه لو جلس يوم يومين بيتغير الوضع، بيبدا يحتك بالزملاء بالاصدقاء باقارب ويسمع وشو بيبدا، خلي هو القراءه التامه التامه، لانه الان مساله وسائل التواصل الاجتماعي صارت من اسهل منكم، ولكن اعزله هناك على الاقل، خليه يعيش اجواء البعيد عن مكانه المعتاد اللي عند اهله وعند اصدقاء وعند اقاربه، فلما تبعده هناك على الاقل عاش الجو المباراه، استشعر اهميه المباراه، تاقلم مع جو حسب ما فهمنا انه يوم المباراه بيكون درجه حراره 5، يعني وقت المباراه تحديدا 5 درجات، معناته انه الجو لازم تتاقلم عليه. الفارق الساعة البيولوجية للفرق، احنا الان بيننا وبين اليابان 6 ساعات، معناته في فرق ايضا. تهيئة الفريق، يعني ادخالهم في الاجواء، فقدهم للاعب مهم كان يشكل لهم يعني انتصارات غالبية المباريات اللي كان يشارك فيها اللي هو ادواردو، كل هالاجواء كلها اشتغلت عليها الادارة الهلالية. الغالبية الادارة غادرت مع الفريق، معناته انه التحفيز كامل. الشيء الاهم اللي سمعنا عنه انه عزل الفريق هناك، الفندق فقط مخصص للفريق واللاعبين، يعني حتى اداره النادي والبقيه والاداريين غير ملتزمين بالفريق كلهم في فنادق، يعني كان مرتب لكل هذا السيناريو. يعني انا اقول لك يعني الشيء هذا تحسب، هذا ما قبل. اثناء المباراه لا، المباراه شيء طبعا نفسي، شيء حماس، استشعار اهميه المباراه، انك انت ما تمثل الهلال لوحده، انت تمثل وطن، تمثل 20 مليون 20 مليون سعودي جالسين ينتظرون منك بطوله، احنا ابتعدنا عنها من 2005 بعد ما حقق الاتحاد، واحنا اليوم في 2017 يعني 12 سنه مبتعدين عنها. بغض النظر عن الهلال هو مبتعد من فتره، من 2001 نقدر نقول يريد استعاده هذه البطوله. احنا نتكلم عن وطن فقد هالبطوله من 12 سنه يجب نرجع لها. احنا متاهلين كاس عالم، حتى سيناريو جميل يا ابو زياد لما تكون انت تاهلت لكاس عالم في نفس هذه السنه وحقق الهلال الاسيا، انت تعطي دلاله قويه على رياضه قويه، انك الان وصلت مرحله من القوه، لا تسيد على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، اذا انت وصلت مرحله تعتبر مرحله جيده، يفترض انك تستشعر اهميه كل لاعب هلالي، يجب ان يستشعر اهميه المباراه. شوف التعامل مع المباراه ببرود ما هو مطلوب منك في المباراه هذه، تعامل معها والله بسرحان زائد ما هو مطلوب منك، مطلوب منك 90 دقيقة هذه او 120. انا ابغى يعني ابغى لاعبي الهلال يرجعون بشريط مباراه السعوديه واليابان اللي في جده، ارجعوا للشريط هذا، انا اتمنى السيد دياز يشغل لهم المباراه هذه بغض النظر، يقول شوفوا ترى شعرنا احنا كلنا، اكد لك يعني الوضع الاداري هذا.